تحية لكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من المرصد الحقوقي. ما زال فريق البرنامج الميداني يرصد حالة حقوق الإنسان وأيضا أبرز الانتهاكات التي تمت. في حلقة الليلة نبرز لك أو نستعرض لكم أبرز الانتهاكات التي تم رصدها خلال أسبوع، وكان ذلك من يوم الاثنين 28 من أكتوبر وحتى يوم الأحد 3 من نوفمبر. بالمجمل مشاهدينا الكرام هناك 182 انتهاك هو الإجمالي ما تم رصده خلال هذا الأسبوع. مارست ميليشيا الحوثي أغلب تلك الانتهاكات بعدد 158 انتهاكا، تليها 14 انتهاك نصبت لفاعل غير أو ربما لم يتم التعرف على الجهة التي قامت بهذا الانتهاك، ثم تأتي ميليشيا الانتقالية التابعة لدولة الإمارات بعدد 7 انتهاكات. أيضا هناك انتهاكين رصد للطيران الأمريكي، وأخيرا هناك انتهاك واحد مورس من قبل جماعات مسلحة. أيضا فريق البرنامج الميداني رصد 6 فعاليات وأنشطة حقوقية خلال هذه الفترة، وإصدار تقرير واحد وبيانين صحفيين 2. سنستعرض لكم أبرز هذه الانتهاكات مشاهدي الكرام بعد هذا الفصل القصير. من جديد أبرز الانتهاكات مشاهدي الكرام، ولو بدأنا بما يتعلق بحالة القتل التي تمت خلال هذا الأسبوع. هناك 14 حالة قتل، كانت التفاصيل كالتالي نتابعها سويا. هناك 5 حالات قتل مواطنين قتلتهم ميليشيات الحوثي، حيث كانت هذه الحالات كالتالي: هناك حالتين لقتل مواطنين بانفجار ألغام وعبات ناسفة زرعتها الميليشيا في محافظة الحديدة، أيضا حالة واحدة لقتل مواطن برصاص مباشر كان ذلك في محافظة دمار، حالة واحدة لقتل طفل بقصف ميليشيا الحوثي لمناطق مأهولة بالسكان كان ذلك في محافظة الضالع. هناك أيضا حالة واحدة لقتل معتقل تحت التعذيب في أحد سجون ميليشيا الحوثي كان ذلك في محافظة البيضاء مشاهدينا. أيضا هناك حالتين لقتل مواطنين بغارة جوية للطيران الأمريكي بدون طيارة درونز في منطقة ريدان في صحراء محافظة حضرموت. أيضا مشاهدي الكرام كان هناك 7 حالات لقتل مواطنين لم يتعرف فيها على الجهة التي قامت بها، منها 3 حالات كان ذلك في منطقة المخا في محافظة تعز، حالتين في محافظة عدن، وحالة واحدة كلا كان في محافظتي المهرة والبيضة. لو انتقلنا إلى موضوع الإصابات مشاهدينا، هناك 16 حالة إصابة تم رصدها خلال هذه الفترة. التفاصيل هي 6 حالات إصابة لمواطنين متسبب فيها ميليشيا الحوثي، والتفاصيل نتابعها كالتالي: كانت هناك 4 حالات لإصابة مواطنين بانفجار ألغام وعبات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي، جميعهم كانت في محافظة الحديدة. هناك أيضا حالة واحدة لإصابة مواطن برصاص قناص حوثي كان ذلك في محافظة الحديدة، أيضا حالة واحدة لإصابة مواطن برصاص مباشر كان ذلك في محافظة دمار. أيضا كانت هناك 3 حالات إصابة لمواطنين من قبل ميليشيا المجلس الانتقالي التابع للإمارات في محافظة عدن، حالة واحدة لإصابة مواطن من قبل جماعات مسلحة في مدينة تعز، أيضا 6 حالات لإصابة مواطنين لم يتم التعرف فيها على الفاعل وقيد ضد مجهول بطبيعة الحال، منهم 3 حالات في محافظة أبيم، حالتين في محافظة البيضاء، وحالة واحدة كانت في محافظة حضرموت. ننتقل لموضوع آخر مشاهدينا فيما يتعلق بالقصف والتدمير. هناك 3 مناطق مأهولة بالسكان قصفت بالأسلحة الثقيلة من قبل ميليشيا الحوثي تم رصدها خلال هذه الفترة. التفاصيل كالتالي: كانت هناك منطقتين في محافظة الضالع في قرية المشاريح في منطقة حجر وريف صبيرة في منطقة أو في مديرية قعطبة، أيضا هناك منطقة واحدة في محافظة الحديدة كان ذلك في مدينة حيس. لو انتقلنا إلى موضوع آخر مشاهدينا فيما يتعلق بالتفخيخ وتفجير الجسور خلال هذه الفترة، كانت هناك حالة واحدة رصدت فقط وهي قيام ميليشيا الحوثي بتفجير الجسر الرابط بين مديريتي قعطبة ودمت في منطقة الزيلية. موضوع آخر مشاهدينا وموضوع السجون والمحاكم، تم رصد حالة واحدة خلال هذه الفترة وهي أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي حكما ابتدائيا صدر في الأول من مايو قضى بإعدام المواطن عبد الرحمن الشيبة بتهمة التخابر لصالح التحالف العربي.
ننتقل إلى موضوع آخر، موضوع الاختطافات مشاهدينا. بالمجمل كان هناك 15 حالة اختطاف لمواطنين تم رصدها خلال هذه الفترة ونسبت لجهتين مسلحتين. التفاصيل بالنسبة لميليشيا الحوثي، كانت هناك 12 حالة اختطاف قامت بها ميليشيات الحوثي وقامت باختطاف المواطنين، 5 حالات اختطاف لمواطنين كان ذلك في محافظة دمار، أيضا 3 حالات اختطاف لمواطنين في محافظة إب، وكذلك حالتين لاختطاف مواطنين كان ذلك في أمانة العاصمة. في أيضا كان هناك مشاهدينا الكرام حالة واحدة لاختطاف مواطنين في من قبل ميليشيا المجلس الانتقالي، 3 حالات للاختطاف كان ذلك في محافظة عدن. هذا فيما يتعلق موضوع الاختطافات مشاهدينا تسببت بها ميليشيا الحوثي وميليشيا المجلس الانتقالي. موضوع آخر ننتقل إليه، موضوع النزوح والتهجير. هناك حالة واحدة لتهجير جماعي تم رصدها خلال هذه الفترة وكانت التفاصيل كالتالي. شنت ميليشيا الحوثي حملة تهجير واسعة شملت سكان قرية منطقة بيت الشرجي التي تتبع عزلة الأعشور، جنوبي مخلاف العود، غربي مديرية قعطبة، كان ذلك أيضا في محافظة الضالع. ننتقل إلى موضوع النهب والإتلاف التي تم رصده خلال هذه الفترة وربما يعني أخذ النصيب الأكبر من عدد الانتهاكات في هذه أو في هذا الأسبوع. 131 حالة نهب وإتلاف قامت بها 3 جهات مسلحة، نتعرف الآن على التفاصيل سويا. كان هناك 129 حالة نهب وإتلاف قامت بها ميليشيا الحوثي، التفاصيل هي كالتالي: كان هناك 125 حالة نهب قامت بها ميليشيا الحوثي حيث خصمت مبالغ مالية تتفاوت ما بين 3500 و5500 ريال على كل موظف في المدارس الخاصة العاملة في أمانة العاصمة بحجة دعم المولد النبوي. أيضا 50 حالة لإغلاق مخابز من قبل ميليشيا الحوثي كان ذلك أيضا في أمانة العاصمة بذريعة أنها مخالفة للمواصفات والمقاييس، والهدف الأساسي بطبيعة الحال هي ابتزاز ونهب أصحاب تلك المخابز. أيضا 72 صيدلية تم إغلاقها من قبل ميليشيا الحوثي بأمانة العاصمة أيضا بحجج وذرائع مختلفة. كذلك ألزمت ميليشيا الحوثي جميع طلاب مدارس مديرية جبلة في محافظة إب دفع مبلغ 50 ريال دعما أيضا للمولد النبوي. ميليشيا الحوثي أيضا اقتحمت عرسا في مديرية ملحان في محافظة المحويط وأجبروا العريس على دفع مبالغ مالية من الرفض لصالح دعم أيضا احتفالات المولد النبوي مشاهدينا. أما حالات الإتلاف التي قامت بها في هذه الفترة مشاهدي الكرام التي تم رصدها كان هناك 3 حالات لإتلاف لسيارات بسبب انفجار ألغام زرعتها ميليشيا الحوثي كان ذلك في محافظة الحديدة. أيضا إتلاف وتدمير منزل في محافظة الضالع نتيجة لقصف ميليشيا الحوثي لمناطق مأهولة بالسكان هناك. أيضا كان هناك حالة نهب واحدة قامت بها ميليشيا الانتقالية التابعة لدولة الإمارات وهي البسط على قطعة أرض والبناء عليها داخل حديقة عامة كان ذلك في محافظة عدن. هناك أيضا حالة نهب واحدة لنهب طقم يتبع ميليشيا ما يسمى بحرس الجمهورية من قبل مسلحين مجهولين بعد أن قتلوا الجنود الذين كانوا يقودون الطقم في مديرية المخا كان ذلك في محافظة تعز. هذه أبرز الانتهاكات مشاهدي التي تم رصدها خلال هذه الفترة. ننتقل لموضوع آخر فيما يتعلق بالفعاليات الحقوقية التي تم رصدها في هذه الفترة مشاهدينا. كان هناك 6 فعاليات حقوقية أقيمت وكانت التفاصيل كالتالي: شهدت مدينة تعز تظاهرة حاشدة للمطالبة بإقالة من وصفتهم بالفاسدين من السلطة المحلية وأيضا تحسين الخدمات وتسليم الرواتب، كما طلب المتظاهرون بسرعة معالجة الجرحى والاهتمام بهم أيضا في داخل المحافظة. أيضا أقيمت في محافظة أرخبيل سقطرى مظاهرتان، أحدهما كان داعما للشرعية والرئيس هادي، الأخرى تؤيد المجلس الانتقالي والتواجد الإماراتي في الجزيرة. أيضا في مديرية مسيمير في محافظة لحج تظاهر العشرات من المواطنين مطالبين بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد ومحاسبة السلطة المحلية في المديرية. كما نظمت مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات في محافظة عدن ورشة عمل تحت شعار تعزيز دور القضاء في مساءلة ومحاكمة منتهكي حقوق الإنسان، شارك فيها 25 مشارك ومشاركة من منظمات المجتمع المدني والقضاء وناشطي حقوق الإنسان والإعلام في المحافظة. كذلك نفذ العشرات من مالكي المخابز وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء، نددوا خلال الوقفة بالتعسفات التي طالتهم من قبل القيادات الحوثية القائمة على الوزارة بذرائع مختلفة.
فيما يتعلق بالإصدارات الحقوقية مشاهدينا الكرام، كان هناك تقرير حقوقي واحد وبيانين صحفيين تم رصدها خلال هذا الأسبوع مشاهدينا. بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب، أصدر مرصد الحرية الإعلامية تقرير حقوقي رصد ووثق فيه الانتهاكات التي طالت الحرية الإعلامية خلال 5 أعوام منذ بداية العام 2015 وحتى أكتوبر من العام الجاري 2019، وقد بلغ عدد الانتهاكات 2155 انتهاك. أيضا في بلاغ صحفي لها لرابطة أمهات المختطفين، أفادت بأن عددا من المختطفين لدى ميليشيا الحوثي في السجن المركزي في صنعاء يعانون تدهورا صحيا يهدد حياتهم جراء حرمانهم من الرعاية الصحية هناك. كما أصدرت جمعية كنعان لفلسطين بيان صحفي دانت من خلاله محاولة مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي شرعان سيطرتها واستحواذها على الجمعية ونهب أصولها وأرصدتها. إذا المشاهدين الكرام، كان ذلك رصد لأبرز الانتهاكات التي تم رصدها خلال هذه الفترة وقام بجمعها ورصدها فريقنا الميداني.